مني بدا هذا المشروع حنا خويا في المشاكل وحنا في الخلعات وحنا في هذا الشيء. مني بدا هذا المشروع حنا كناكلوا البسيط كياكل في العصا. اليوم اشترى بالكن صحه سلام الدار مشات وجد انا كيسحبني الزنزه خرج الزنقه كنجري انا وولدي صافي. مشيت اليوم هما تنقول لهم اودي هذا الشيء منين، انا ما كنسحبش انا بان السطح طاح، انا كيسحبني شي حاجه عندهم هما طاحت باش تزعزعت الدار. مني رجعت يقولوا لي راه الدار راه السطح طاح على الجار الفوقاني، مرته حامله وعنده وليداته صغار، دابا ما لاقيش حتى فين باش يخرج. حتى جا القيد المقدم الله يجازيه بخير، وراه هما اللي دابا كيدير داك الشيء ديالو هو، يا راه جاو دابا البومبي غادي يخرجوا السيده ويخرجوها مع ولادها، وراه حنايا تحت منهم ما عرفنا حتى حنا واش اليوم ولا غدا حنا خلاهم ولا ندفنوا في هاد الدار هادشي اللي كاين اخويا. حيت اي لحظه حيت هما كيبداو يبنيو ويبداو الحفير والتزعزيع وهذا، ما على بالهمش بان راه حنا في جنبهم، ما على بالهمش الدار كلها مشقوقه كلها باقا غادي في الشق. وهادشي كنعلموه ماشي ما كنعلموهمش، وما كاينش الاعتذار وما كاينش كيجيو يعلموك شي اللي بغا يديروا على شي حاجه، ما كيجيوش يعلموك ويقول لك اودي سمحوا لينا حنا غنديروا ديك الحاجه ولا سمحوا لنا. بحال البارح بالك تيديروا في البوطون في الشرجم عندي ديال الصاله، تيخوي تنسمع انا داك الكياس كيضرب في الشرجم، تطليت عليهم تلقى داك الشرجم كله غيس، تبقيت تنغوت وطلعت حتى السطح تنهضر معاهم من السطح، ما على بالهمش. يجوك من السبعه الصباح هما يدقدقوا حتى السته العشيه وتيزيدوا بحالاتهم، الحد خدامين السيمانه كلها تيخدموها، ما عندش بالهم البشر باغي هما يكملوا خدمتهم وانتم الهلي بقيكم. واش كنقول لك انا من السبعه ديال الصباح حتى السبعه العشيه ولا حتى السته العشيه راه ما كاينش الاعتبار، الحد راه كيخدموه، راه الحد هو ما تنعش معاهم. حنا يخدموا الله يعاونهم، ولكن حنا ما نتاداوش. يلاه ومني مع ملكه ما حتى شي مسؤولين هضروا معاه ما كاينش. خدامين الله يعاونهم. هما تيقول لك حنا خدامه، حنا ما علينا والو، حنا خدامه. واش المسؤول؟ ما كاينش شي مسؤول يدق عليك ولا يقولوا لي هما راه بان الناس راه كيتشكاو اجي يهضر معاهم، ما كاينش، ما كاينش اللي كيجي يهضر معاك. اوليدي راه حنا كنا في الخطر. راه حنا في الخطر اولدي. راك تشوف المرح عامله كان طاحت، واش مسكينه غادي تخرج ولا ما غاديش تخرج؟ كاينه ولا لا؟ ايوا خت البناي هو اللي يجي يقاد هذاك الشيء، البومبي يجي العيط في العافيه ماشي يطفي الحيط. كاينه؟ هاد المعلمين اللي هنايا تيخبطوا ما شاورونا، بغينا المسؤول ديالهم نشوفوه. تيخبطوا ما شاورونا، ما كنعسوا ليل نهار. ما شاورونا رماو لنا السرير على الدار، الدار دابا حنا في خطر. كيما هاد السيده طاحت على حنا الغد نقدر يوقع لنا بحالها، هذا هو المشكل. خص مسؤول ديالهم يبان لينا ويهضر معانا، قلنا حنا السرير غنديروه، ما شاورونا ما والو، رماو السرير دابا حنا ولنا في خطر. دابا وليداتنا فين غنتشردوا في هاد الوقت هذا؟ ما عندنا لا باش نكريو لا مويحين مستورين فيه، والله لا الدري مريض سادة عليه، راه ماشي معقول داروا معانا. سبعة الصباح مورا الفجر ما كنعسوش. ما شاوروناش، ماشي معقول هذا داروا معانا. هي لا الحد لا السبت لا والو والو، ما كنعسوا ليل نهار، مدورين ما معنى الكلمه مدورين. ونطالبوا الى حيدوا السرير يصلحوا لينا، يديروا لنا سواري ويصلحوا لنا الدار، حنا ولنا في خطر. يا كيما صلحوا هذه الحيط مع الحيط يصلحوا لنا دارنا، هذا هو اللي كنطالبوا من عندهم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.